أهلا بكم. نبدأ من المغرب، حيث بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إثر الحرائق التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر مخلفة العديد من الضحايا. ومما جاء في هذه البرقية: فقد تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الحرائق المهولة التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر مخلفة العديد من الضحايا. وأعرب العاهل المغربي بهذه المناسبة للرئيس الجزائري عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة باسم الشعب المغربي وتضامن المغرب المطلق مع الجزائر في هذا الظرف العصيب.